بالنسبة لمن سأل لا تسب الدهر فأنا الدهر، هذا حديث نقيص على القرآن. نأخذ الأحاديث نقيصة وبالمنطقة والقرآن، ما خالف المنطقة والقرآن هذا له نظر آخر. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما لهم بذلك من علم هم إلا يظنون. لو كان الله هو الدهر لكان فعلا هو الله الذي يميت ويحيي، لكن الله هنا ينفي، هذا ما يسمون الدهريون. هل أتى على الإنسان حين من الدهر قسم الدهر؟ الله يقسم؟ الله يقول هل أتى على الإنسان حين من الله لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا كلام فارغ. فعليه لا، هذا الحديث موضوع، لا تسبوا دهرنا الدهر، هذا حديث موضوع. الله ليس الدهر، الله لا يحويه الدهر، الله خلق الدهر. الدهر يعني حقب الزمن. هل أتى على الإنسان حقبة من الزمن؟ الدهر هو كأنه تجاويف الزمان، هذا يسمى الدهر. الدل ما لها معنى والها لها معنى والرا لها معنى، هذا علم الحروف. المهم هذا ردنا على ذلك.